اجوا على العصر الصبح اليهود حكونا انه في صفقة. شرفتوا يا نور العين. حريتنا لم تكتمل الا لتحرير اخر اسير بسجون الاحتلال. مشاعر الفرح مغلفة بالحزن على المجزرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق شعبنا بقطاع غزة. بنوجه تحية الوفاء والنصر لأهلنا بقطاع غزة. فاليوم نقدر نحكي إنه إحنا حطمنا السلاسل وأغلقت زنزانة التحقيق. الحمد لله.